بسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. صباح الخير، منورين الكنيسة. فعلا اجتماع السيدات ده اجتماع مفرح كده ومطمئن، الدنيا لسه بخير. طيب أنا هتكلم معاكم عشان وقتنا، وأبونا بولس قال لي ما تطولش. عايز أتكلم معاكم النهاردة عن إزاي نعيش الوصية، إزاي نعيش وصية ربنا. إحنا كأولاد ربنا، كأولاد للمسيح، مطالبين كلنا اللي إحنا نكون إنجيل معاش. ربنا طلب مننا كده. يعني إيه إنجيل معاش؟ يعني كل تصرفاتي، كل سلوكي، كل كلامي يكون مطابق لوصية المسيح، يكون متوافق مع وصية المسيح. آه طبعاً، كلنا مطالبين نكون كده، مش كده؟ أنا مطالب إن كل واحد يشوفني يشوف فيا المسيح بتاعي، وكل واحد، هو أبونا بولس قال على، طب ما تقولولوش اللي أنا هقلعها، كل واحد يشوفني يشوف فيا إمكانية تنفيذ وصية المسيح. ساعات بنحس إن الوصية دي إعجاز، لا، أنا مطالب. أي واحد عايز يتأكد وصية المسيح ممكن تتنفذ يشوفها في مين؟ يشوفها فيا أنا، مش كده؟ وهو ده اللي طلبه مننا ربنا، قال لنا أنتم نور الإيه؟ أنتم نور العالم، يرى الناس أعمالكم الحسنة. هو الناس هتعرف المسيح منين؟ مننا، مش كده؟ لا يمكن أن تخفى مدينة على جبل أو سراج ويدو تحت مكيال. حتى بولس الرسول طلب مننا كده، قال لنا إيه؟ كن قدوة للمؤمنين في كلامنا، في تصرفاتنا، في إيماننا، في محبتنا، في طهارتنا. طيب كمان أنا كبنت للمسيح وكولاد للمسيح، أنا مكلف برسالة. اوعى تفتكروا اللي إحنا ربنا خلقنا عشان ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف ونموت. لا، ربنا خلقنا علشان مسج، عشان ميشن، او عشان مهمه او رساله نوصلها. كل واحد مننا صدقوني بدون استثناء ليه دور ربنا خلقنا علشانه. والكلام ده مش كلامي، بولس الرسول يقول ايه؟ نحن عمله. نحن ايه؟ مين دول نحن دول؟ هو مين؟ إحنا مخلوقين في المسيح يسوع من أجل أعمال صالحة سبق الله فأعدها. ليه؟ لكي نسلك فيها، لكي نعيشها. كل واحد ربنا كلفنا بأعمال صالحة، خلقنا عشانها، علشان نسلك فيها والناس تشوف فينا حلاوة المسيح وتنفيذ الوصية. طيب إذن أنا مطالب إن أنا أعيش الوصية ليه؟ أكيد عشان خلاص نفسي، أكيد عشان أخش السماء. هو من غير وصية هقدر أخش السماء؟ لا، وصية المسيح هي اللي هتوصلني. علمونا زمان كده، يقول لك أن لك نفس واحدة وفرصة واحدة، إذا أضعتها خسرت كل شيء. الآية دي أو القول ده مأثر فيا، لما أني تعلمته زمان في مدارس الأحد. احفظوه، أنا وحضراتكم لك إيه؟ نفس واحدة وفرصة إيه؟ لو ضاعت خسرت كل شيء. نفس واحدة، عشان كده ربنا يقول إيه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربع الحال؟ الفرصة بتاعتي اللي هي إيه؟ الفرصة بتاعتي ده هي النهاردة ولا فترة حياتي؟ ما عنديش حياة، أنا هعيش مرة واحدة، عشان ربنا اداني حياتي دي علشان أجهز نفسي وأروح للسماء. أنا بس؟ لا، وكل إخواتي، كل إخواتي. أنا مطالب إن أنا كل إنسان أوصله للمسيح على قدر طبعا ما ربنا مدين. بولس الرسول يقول لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. أظن الحياة يبقى طعمها مختلف قوي، بدل ما احنا عايشين حياة
الملل والزهق والعشوائية في حياتنا، لا، لما نعرف ان احنا لينا دور ولينا مهمة نعملها في حياتنا الدنيا هتختلف. طيب يبقى نتكلم مع بعض بسرعة كده عشان وقتنا. علاقتي ايه بالوصية؟ علاقتي بالوصية كم محطة كده، نحاول نمشي على المحطات دي. اول محطة، ايه هي الوصية؟ احنا قلنا الوصية عبارة عن ايه؟ نسميها نصايح المسيح ولا اوامر المسيح؟ ها، بنعتبرها نصايح ولا اوامر؟ حقيقة الكتاب المقدس او القديسين علمونا ان وصية المسيح هي ايه؟ مش مجرد نصايح، هي ايه؟ اوامر. يعني واحد زي داود النبي يقول كده في المزمور: انت امرت ان تحفظ وصاياك جدا، فليت طرقي تستقيم الى حفظ حقوقك. في مزمور بتاع داود يقول ايه؟ ايه جميله قوي، يقول: لم اضع امام عيني امرا يخالف الناموس. لم اضع امام عيني امرا واحدا يخالف ايه؟ اذن اتعامل مع الوصيه كانها اوامر، اوامر الزاميه او اوامر خلاصيه هدفها المحب. طب ليه ربنا ادانا الوصيه؟ عشان يعجزنا، عشان يأيدنا. ساعات بنعتبر ربنا بالوصية دي بأيد حياتنا، الدنيا صعبة، الوصية صعبة. لا، الوصية هي سور خلصنا. احنا بنقول للعذراء: انت سور ايه؟ خلصنا. ايه وظيفة السور؟ السور بيعمل ايه في حياتنا؟ بيحمينا. عارفين جمال نهر النيل بتاعنا؟ الواحد لما يبقى متوتر شوية يروح يقعد، لما يشوف النيل يجرى له ايه؟ اللي ساكن قدام النيل ده نقول له: يا بخته، قاعد كده يشرب فنجان القهوة قدام النيل الهادي، وبالتالي هيهدى ولا يتعصب. جاب منين الهدوء؟ تخيلوا سر قوة او سلام النيل ده مرتبط بايه؟ او هدفه ايه؟ او قصدي سببه ايه؟ الضفين اللي هما ناحية الشمال واليمين. تخيلوا النيل ده مفيش الضفتين دول، كان النيل ده كان عمل ايه في مصر؟ كان غرق الدنيا، كان موتنا كلنا، كان دمر مصر كلها. اذن الضفتين دول هم السور بتاعي، هم دول وصية المسيح اللي خلوني تملي عايش في سلام، تملي فرحان، تملي ربنا محوط عليا. إذن الوصية هي هدفها حمايتي، وليس هدفها أنها تقيد حياتي. كمان الوصية شرط التبعية وشرط الحب. من يحبني؟ إحنا بنحفظ الآيات، لكن وصايا واضحة جدا. من يحبني يعمل إيه؟ طب أنا حافظ الوصية؟ أنا عايش الوصية؟ طيب، على فكرة بالرغم من الوصية أوامر، لكن ربنا ساب لي حرية الاختيار ولا لا؟ ولا أكبرني؟ ده يقول كده لموسى في سفر التثنية: ها قد جعلت أمامك الحياة والموت. بس يقول كده قبلها: أشهد عليكم السماء اليوم، السماء والأرض، قد جعلت قدامكم أو قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، الخير والشر، الحياة والموت، فاختار الحياة. يعني ربنا مديك حرية الاختيار، أنت عايز إيه بالظبط؟ طيب كويس، أدينا ماشيين في محطتين أهو. طب المحطة الثالثة، علاقتي بالوصية. هل أنا لي علاقة بالوصية؟ دوري إيه مع الوصية؟ تفتكر حد يحب يقول أتعامل إزاي مع الوصية؟ مسؤوليتي إيه ناحية الوصية؟ ها، أتعايش بيها على طول كده. طب إيه رأيكم لو قلت أول خطوة في علاقتي بالوصية
أدور عليها. هل أنتوا حافظين؟ هل إحنا كلنا عارفين كل وصية المسيح؟ لا، لازم أعمل إيه؟ أدور عليها. هدور عليها فين؟ عرفتوا فايدة الكتاب المقدس اللي إحنا بنتعامل معاه كده؟ أصل من غير الكتاب المقدس هتعرف تعرف وصية المسيح؟ عشان كده ربنا يقول لنا إيه؟ فتشوا إيه؟ لأن لكم فيها. لما تقرأ الإنجيل دور على الوصية. عارفين يا أحبائي، المحامي الشاطر يفلي القانون، يفلي القانون. لو في ثغرة واحدة في القانون هيعرف يكسب القضية. عشان كده على قد ما أنت هتدور على الوصية، على قد ما أنت هتعرف تعيش، مش كده؟ يبقى أول حاجة ندور عليها زي المحامي اللي بيدرس القانون نقطة نقطة ويدور عليها علشان يكسب قضيته. طب بعد ما ادور عليها واعرفها اعمل ايه؟ لا، قبل ما اعمل بيها احفظها، احفظها. احنا كلنا معرضين للنسيان ولا لا؟ انتوا فاكرين ايام كورونا؟ ربنا ما يرجعها تاني. احنا وصلنا في ايام ما بنقدرش نعرف الاثنين من الثلاث، مش كده؟ يعني من كتر ما احنا اللي عايشين فيه بننام فيه. اصحى اقول لمراتي هو النهارده ايه؟ كنا عارفين الاول الاربعاء ده يوم الاجتماع السيدات يعني كل يوم ليه، ويوم الثلاثاء بابونا داوود. لكن لما راح ده وراح ده بقينا ايه؟ بقينا نسينا. عشان كده ربنا قال ايه؟ احفظ الوصيه. انا لازم احفظها. الذي عنده وصاياي ويحفظها هو الذي ايه؟ يحبني. عشان كده ربنا وصى موسى قال له ايه؟ ولتكن هذه الكلمات اللي هي الوصية اللي أنا أوصيك بها على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. يا خبر، ليه؟ اوعى تنساها، دي حياتك الأبدية. اكتبها على قوائم بيتك وعلى القائمتين. يبقى أول حاجة إيه؟ أدور عليها وأعرفها، أقرأ الكتاب المقدس وأطلع الوصايا. نمرة اتنين إيه؟ أحفظها. نمرة تلاتة اللي حضرتك قلتوها، أعيشها، أعيشها. لا، ده في خطوة قبل ما أتدرب عليها، قبل ما أعيشها. عارفين إيه؟ أتدرب عليها. الوصية في بدايتها سهلة ولا صعبة؟ مش سهلة، مش سهلة. حتة اللي أنا حبوا أعدائكم دي، باركوا لعينيكم، سهلة ولا صعبة؟ اختيارية ولا لازم أنفذها عشان أخش السماء؟ طب أعمل إيه؟ المشكلة إيه؟ قال لك يا حبيبي، ما أنا مديك حياة، مديك عمر، ما أنت وظيفتك إيه في الدنيا دي؟ أقول له وظيفتي أعمل إيه؟ قال لي حبيبي تتدرب على الوصية. الحاجة النهاردة صعبة، بكرة هتبقى إيه؟ سهلة. حتى حياتنا الروحية يشبهوها تملي بالتلاتة تيه. أول تيه اللي هي إيه؟ التغصب. التغصب ده حاجة سهلة ولا صعبة؟ كل حاجة في أولها بتبقى صعبة، بعملها بالعافية، لكن هتفضل على طول صعبة؟ لا، ربنا يروح مرقيني شوية وتبقى نوع من العادة، تيه التعود، وشوية شوية بتبقى إيه؟ يبقى حاجة حلوة وإيه؟ وتلذذ بيها. إذن فترة حياتنا هي فترة التدريب الروحي، تضرب التدريب على الوصية. أوعى تقول الوصية صعب. يبقى أول حاجة دور عليها، تاني حاجة أحفظها، تالت حاجة اتدرب عليها، رابع حاجة عيشها بقى. وهي عيشها بقى هنا ته التعود. اتعودت أسامح، اتعودت أحتمل، اتعودت أحب، اتعودت أصلي، اتعودت أرفض الشر. كلمة اتعودت دي سهلة ولا صعبة؟ عايزة إيه؟ عايزة الواحد يبتدي الأول
انه يقاوم ويعافر. اوعى نستسلم، ما عندناش غير نفس واحدة وفرصة ايه واحدة. خلي قدامكم دي. طيب فاضل نقطة، يعني بعد ما اعيشها اعمل ايه؟ صلي، صلي عشان ربنا يقوينا ونعيش الايه الوصية. قل يا رب اديني، اعني لكي ايه اخلص، اعني عشان اعيش وصيتك. طيب راعي في الوصية ثلاث حاجات. اول حاجة راعي ضميرك، نراعي ضميرنا. يعني ايه تراعي ضميرنا؟ ضميرنا ده لما تعمدنا بقى هو ايه؟ بقى صوت الروح القدس. مش ضميرنا ده لما تعمدنا بقى الروح القدس ساكن فينا؟ هو الضمير زي ضمير اي انسان عادي بره الكنيسة، ولا ضميرنا النهاردة هو صوت ربنا جوايا؟ مش كده؟ الروح القدس يعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ ينبهنا ويبكتنا، مش كده؟ عشان كده طول ما انت بتعمل حاجة غلط تلاقي جواك نوع من الايه؟ التبكيت. في نوع من في صوت جواك يقول لك كده غلط. ان سمعتم صوته اوعى تقول انا ما سمعتش. لا، اي حاجة غلط بعيد عن الوصية تلاقي ضميرك ايه؟ وجعك. بس في واحد بيهتم، في واحدة ما بتهتمش. لا، ان سمعتم صوته فلا تقص. اذا راعي ضميرك، ركز في صوت ربنا جواك. في يوم كده تقول لك انت النهاردة ما صليتش خالص، او انت ما صليتش باكر، او تيجي بالليل تنام يقول لك ان النهاردة ما صليتش ولا قريت الانجيل، هتنام ولا هتصلي؟ هتعملي ايه؟ مش كده؟ ما ده دور الروح القدس، عمره ما يجبرك لكن ينبهك ويبكتك. كمان راعي امانتك. ربنا شايف، يقول كده كنت امين في القليل فساقيمك. في قول جميل قوي احفظوه، يقول لك افعل ما تستطيع لكي يفعل الله ما لا تستطيع. فهمتوا حاجه؟ افعل ما ايه؟ ما تستطيع لكي يفعل الله ما لا. يعني اعمل اللي عليك وسيب الباقي على مين. بس كلمة اعمل اللي عليك دي سهلة، عايز اكون الواحد امين في اللي بيعمله. على فكرة الامين اللي بنعمله ربنا يسميه القليل، مش عشان يقلل من اللي بنعمله، بس عشان ايه؟ ربنا يديك الكتير. ايه الكتير بتاع ربنا؟ الكتير بتاع ربنا البركة والحياة الأبدية وخير المسيح كله. مهما عملنا قليل قدام اللي ربنا ايه بيدهن. يبقى راعي صوت ربنا جواك، راعي أمانتك واعمل اللي عليك. نمرة ثلاثة، راعي إمكانياتك. مالكش دعوة باللي جنبك أو اللي جنبك بيعمل ايه. عشان كده تعاملنا مع الوصية محتاج إرشاد أب اعترافك. اوعى تشتغل او اوعى تشتغلي بدماغنا او بطريقه عشوائيه. في حاجه اسمها قانون روحي، احنا كلنا كنيسه تدهلنا علشان نتدرب ونتعود على علاقتنا. طيب تفتكروا ربنا هيديني الوصيه وما يدينيش معاها معونه؟ في حاجه اسمها معطيات الوصيه. يعني ايه معطيات الوصية؟ يعني ربنا يديني قوة إضافية يديهاني أنا بس كبنت للمسيح وكابن للمسيح عشان أطبق الوصية. يعني لو أنا وقلت له مش قادر أطبق الوصية هيصدقني؟ أقول له حبيبي أنا مديك معطيات، بتستخدمها ولا ما بتستخدمهاش؟ لما كنت أنا مش عارف حكيت لكم قبل كده، كنت زمان وانا في المدرسه احب تمارين الهندسه قوي، كنت اقعد احل تمارين هندسه كتير عشان بحبها. ومن كتر ما كنت بحل كنت يعني بعتبر نفسي متمكن قوي. المهم جالي في الامتحان مساله او تمرين هندسه، ومع كل تمرين هندسه بيدينا المعطيات اللي نحل بيها
المسألة. فأنا من كتر يعني اللي أنا متمكن وحاسس اللي أنا بقيت يعني مفيش حاجة صعبة، رحت حلل تمرين الهندسة وما استعملتش المعطيات اللي مدهاني، استعملت المعطيات بتاعت مين؟ بتاعتي أنا، حلتها بمعطيات تانية. صحيح طلعت المسألة صح، لكن خدت صفر وسقطت. قلت له سقطتيني ليه؟ أنا مش وصلت للنتيجة اللي أنت النهائية الصح. قال يا حبيبي أنا أديتك المعطيات، أديتك المسألة بتاعت المسألة عشان تحلها بالمعطيات بتاعتي مش بالمعطيات إيه؟ بتاعتك أنت. وربنا قال كده بكل وضوح، ليس كما يعطي العالم أنا أعطيكم. إذن ربنا مدينا معطيات، إيه المعطيات دي؟ الروح القدس. فين إيه الروح القدس ده؟ يقول لك إيه؟ يأخذ مما لي. عارفين يعني يأخذ مما جي؟ يعني واحد كده ربنا إنجاز التعبير بيكبش في جيبه أو إيده جوه جيب المسيح. جيب المسيح ده هيفضى، أنت حساب واحد، الجيب واحد. يأخذ مما لي ويعطيكم. كل إمكانيات المسيح بقت إحنا نقدر نعملها بالروح القدس الساكن فينا. كل ما هو لي فهو لك. إذن الروح القدس اللي ساكن فيا والروح القدس اللي ساكن في أسرار الكنيسة أو الحال في أسرار الكنيسة كلها، كله معايا، ده يساعدني ويعيني في تنفيذ الوصية. كمان معايا جسد المسيح ودمه، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا. عارفين يعني ايه الثبات؟ المسيح لو ثبت فينا هتعرف يعني هتبقى الوصية هتبقى صعبة؟ أبدا، مش كده؟ طيب مش عايز أطول عليكم، أنا عايز أتكلم معاكم على دوافع الوصية. اللي شجعني الموتيف أو المشجع أو اللي حفزني على طاعة الوصية إيه أكتر حاجة؟ أول حاجة الحب. أول دافع يخليني أطيع الوصية الحب، من يحبني يحفظ وصية. أكبر دليل تثبت به محبتك للمسيح هو طاعتك للوصية. والحب اللي ربنا علمه لنا عمره ما كان حب كلام. يا أولادي لا نحب بالإيه؟ بالكلام واللسان. إحنا بنتكلم كويس قوي، كويس قوي، ونوعز كويس قوي، لكن في عمل، في تعب، في تنازل، في احتمال. لو أنا قلت لربنا النهاردة أنا بحبك يا رب، يقول لي يا حبيبي بأمارة إيه بقى؟ اديني أمارة واحدة بس إنك بتحبني. هتقول له إيه؟ هتقدر تقول له إن أنا النهاردة صمت ساعة، النهاردة أنا صايم، أنا انقطعت عن الأكل، أنا احتملت، أنا تنازلت عن حقي، أنا يعني في تعب. هو ده الحب. هو ربنا لما قال لنا أنا بحبك قالها لنا على الإيه؟ مش كده؟ إذن حبك للمسيح هو الدافع تقيسه بتعبك واحتمالك وتنازلاتك وجهادك وجهادنا في القانون الروحي، في صلواتنا، بالغفران بتاعنا. تاني دافع الخوف. الخوف بس الخوف مش بمعنى المخافة والهيبة، الخوف بمعنى الرعب. يعني أنا هطبق الوصية عشان خايف من مين؟ إحنا ما تعودناش على حتة اللي إحنا نخاف من ربنا دي. تملي عشمانين في حنية ربنا لدرجة إن حنية ربنا بتنسينا اللي إحنا نخاف من مين. مع إن الكنيسة كل يوم تعلمنا اللي إحنا بالليل نقول له إيه؟ هو إذن عتيد أن أقف أمام الديان العادل شكلي إيه؟
بذمتنا ولا بذمتكم، احنا بنقف قدام ربنا مرعوبين. جالي واحد قال لي يا ابونا انا مرفوع علي قضيه، واحد لبسني في قضيه ولبسني تهمه ما ان انا بريء. فلما رحت للمحامي قال له بص يا استاذ فلان، بنسبه 99% انت كسبان القضيه، ما تعتلش هم. عجبني الراجل ده، قال له والواحد في الميه؟ قال له بقول لك 99% القضيه كسبانه. قال له الواحد في الميه؟ قال له يعني 1%؟ قال يعني في احتمال 1% تسجن؟ قال له اه، بس 99% كسبانه. قال له لا، أنا مش هقدر أستحمل إن في 1% يضيع مني الأبدية. لو قالوا لك 99% أنت داخل السماء، هتنبسطي ولا هتدوري على 1%؟ عندك عندك فرص، أو عندك يعني صبر، أو عندك تستحملي 1% ما تخشيش السماء؟ تستعملي 1% تخش الجحيم؟ هذا الإنسان اللي رفع عليه قضية دفع 300,000 جنيه، 300,000 جنيه عشان يكسب الإيه؟ 1%. طب ده أنت 99% كسبان؟ لا، أنا مش هستحمل 1%. أنتوا فاهمين حاجة؟ دي تخليني أعمل إيه؟ لا أخاف، أخاف، أخاف. إحنا ما بنخافش، ما بنخافش. كم يوم عدى وأنا ما قريتش الكتاب المقدس؟ عادي، هقرأ بكرة. كم يوم عدى وما صليتش الأجبية بتاعتي، ما صليتش قانوني؟ عادي. النهاردة الأربع مش صايم؟ عادي، عادي. هو يبونا عشان أنا مش صايم النهاردة هخش النار، هخش الجحيم؟ ده ربنا أطيب منكم. لا حبيبي، الموضوع مش موضوع نار ولا جهنم. فكرة إن ما بقاش جوانا خوف. القديسين كانوا يترعبوا من النظرة، يترعبوا من الكلمة، يترعبوا من الإحساس. نفسنا يبقى عندنا الخوف ده. يقول لك نوح، فاكرين نوح؟ لما أوحي إليه أمور لم ترى بعد، حصل إيه؟ خاف، خاف، فبنى فلكا. عارفين كم واحد خاف؟ واحد، هو نوح. هو نوح خد معاه مين؟ بس مين اللي خاف؟ واحد، والعالم كله. مين اللي نجي؟ مين اللي نجي؟ هو وأسرته، والباقي عايزين نخاف. أنا فاكر يوم الثانوية العامة والراجل بينادي على الأسامي الناجحين، بتقف حاطط إيدك في جيبك كده، يبقى شكلك إيه؟ وجيه بقى حرف ال، ساعتها كان اسم شريف، فجيه حرف الشين. أنا سمعت الشين من هنا ووقعت في رجلي، كل شين اي، تخيل خلص الشين وما سمعتش اسم هجرالي ايه. انا بقول الكلام ده علشان نتعود نخاف، نخاف بمعنى نخاف. اوعى تنام بالليل، اوعى يطلب منك حاجه وما تعملهاش، اوعى تعرف حاجه وما تنفذهاش. احنا عايزين يبقى اول حاجه الحب، والحب المعاش، او الحب الصليب، او حب التعب، او الحب البازل، ده اللي ربنا علمه لنا على الصليب. مش حب الكلام وحب المشاعر وحب ال، لا لا لا. يبقى اكتر حاجه هتخليني انفذ الوصيه، انا بحبك يا رب
وعشان بحبك يا رب هتنزل عن أغلى حاجة في حياتي، هتنزل عن راحتي، هتنزل عن صحتي، هتنزل عن كرامتي، هتنزل عن راحتي، هحتمل، هسامح. خسارة، خسارة. احنا عايزين نرجع تاني كده، يبقى لينا علاقة بالوصية. آخر حاجة، دافع بعد الحب والخوف، الأجر السماوي. تخيلي كده، طلبت مني خدمة أو طلبت من حضرتك خدمة متعبة وعملتها لي، وبعدين قلت لك الله يعوضك. الله إيه؟ لا، كسبنا إيه يعني من الله يعوضك دي؟ إحنا عايزين إيه؟ عايزين حقنا ناشف، عايزين ناخد المكافأة، عايزين نقبض. أحلى وعد ربنا قال لنا إيه؟ افرحوا وتهللوا، لأن إيه؟ أكركم عظيم. فين؟ في ناس عايزة تاخد أجرها كله على الأرض، وفي ناس عايزة تاخد أجرها فين؟ في السماء. الراجل الغني خد خيره كله على الأرض، مين اللي كسب؟ الغني ولا العازر؟ على قد ما اتحرم لعازر، على قد ما كان عينه على ايه؟ على قد ما تهنى بالسماء، لان في حاجة اسمها مكافأة، في حاجة اسمها أجر سماوي، مش كده؟ بولس الرسول يقول جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر. والمزمور بيقول كده، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك، سيرا كانوا يسرون وهم باكون حاملين بذرهم ويعودون بالفرح. من يصبر إلى المنتهى فهذا إيه؟ فهذا. صدقوني أحلى كلمة نسمعها من ربنا في اليوم الأخير، نعمنا أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل فأقيمك على إيه؟ الكثير. أدخل إلى فرح سيدك. إذن علاقتي بالوصية أدور عليها فين؟ نروح نفتش ونفلي في الكتاب المقدس، وبعدين أول ما نعرفها ونكتبها نحفظها، لحسن تضيع مننا واحدة وتضيع مننا السماء، زي المحامي كده اللي بيفلي القانون بتاعه. وبعد كده أعمل إيه؟ أتدرب عليها. نمرة ثلاثة، أحفظها. نمرة أربعة، أعيشها وأطبقها في حياتي. الثلاث دوافع بتوعي، أول حاجة الحب، الحب البازل. نمرة اتنين، الخوف، أخاف لا تضيع مني أبديتي. نمرة ثلاثة، الأجر السماوي والمكافأة السمائية. ربنا يدينا كلنا اللي احنا كلنا علاقة بالوصية، واللي احنا كلنا نخش السماء ونفرح المسيح بطاعة الوصية. لإلهنا المجد الدائم أبدين، أمين. يا ملك